maaf like saya patah. على بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة، وبالضبط حنا اليوم كنتواجدوا بساحة المحطة القطار بمدينة قنيطرة كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفراد ومتابعي قناة شوف تيفي. اليوم كاينة جمعية البلسم لذوي التوحد اللي كتقوم بالحملة التحسيسية لفائدة الآباء والأمهات بهذا المرض أو هذا الأطفال ديال التوحد. اليوم غناخذوا كلمة مع مجموعة ديال أعضاء المكتب ديال جمعية بلسم اللي غيعطينا مجموعة ديال التصاريح مجموعة ديال التوعيات في هذا المجال. إذن معنا أولا غنبداو بالسيد الرئيس اللي غيعطينا كلمة ديالو واللي جا من ديال إسبانيا. نتمنى له إن شاء الله الحمد لله عودة سليمة الحمد لله سلمتو عفوا. السلام عليكم. إذن غنبعد بعد دقيقة غنتكلموا مع السيد الرئيس. السلام عليكم سيد الرئيس، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر. وأولا الحمد لله سلامتك، أنت جيت من ديال إسبانيا الحمد لله سلامتك، وجيت من أجل هذا البرنامج ديال اليوم اللي هو حملة تحسيسية. اليوم حنا اليوم كنتواجدوا بساحة محطة القطار لمدينة قنيطرة اللي ولفناها كل سنة كنديروا هذا أو كنديروا عفوا أنتم اللي كديروا مش حنا، فكديروا هذه العملية. أول قدم نفسك وأنت غني أنت قدم نفسك. شكرا. حميد الغيام رئيس جمعية بلسم لذوي التوحد. فعلا انت فاش ذكرتي هذا تحدثتي بنون الجماعه، حنا فعلا كنعتبروا الاعلام بشكل عام بما فيهم قناه شوف تيفي شريك اساسي في العمليه ديال اذكاء الوعي بالتوحد، لان ما يمكنش اي عمل ديال التحسيس والتوعيه وتنشر الوعي بشكل منغلق على راسك، فالاعلام شريك اساسي عندنا. فهذه مناسبه كنوجه له الشكر الجزيل لقناه شوف تيفي وجميع القنوات اللي كتغطي الحدث. اذا اليوم كان كما قلتم ان البرنامج عندنا يعني برنامج دائم في التحسيس ديال الثيرابي في التوحد، بالتعريف به بالمظاهر ديالو، الكشف المبكر، طرق التدخل، على اعتباره ان ركيزه اساسيه في التدخل في التدخل والعلاج ديال الاطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، على اعتباره انه ماشي غير مساله تكميليه، ماشي التحسيس غير شي حاجه اضافيه، وبينما هو اساسي. علاش؟ على اساس ان التوحد هو ما كيعيش غير مع الاسره ديالو، في المحيط العام ديالو كاين الحي بالنسبه اذا خص الجيران يكونوا عارفين شنو هو التوحد، راه ماشي الدري حمق كيضرب الحجر، ولا خص المدرسه كذلك، خص السوبر مارشي اللي كيمشي له، في جميع المرافق الاساسيه يكون المحيط ديالو كيعرف شنو هو التوحد، كيعرف ذاك الولد الاساسي التعامل معاه. فمن هنا كتنبع الاهميه ديالو، فخديناه في برنامج اقار دائم اننا كنديروا حملات تحسيسيه نقولوا للناس راه التوحد راه هو، راه ماشي مرض، راه هو اضطراب، راه ممكن تدخلات مناسبه معينه اللي كتخلي الوليد يتشافى وما يبقاش عنده اضطراب كبير. وعندنا مجموعه الوليدات عرفوا التدخلات في الوقت المبكر وعرفوا تحسن. هو دائما كنشبهوه بالسكري، السكري ما كيتشافوش منه الناس، وانما كاين تدخلات معينه طبيه وصحيه وغذائيه اللي كتخلي مول الديابيتيك يولي مزيان، فكذلك التوحد ممكن يقرا ويتعلم ويمارس الرياضه ويمارس حياته بواحد المجموعه ديال التكييفات معينه وتخليه يكون مزيان. اذا قلت ان اليوم كاينه حمله تحسيسيه بموضوع ديال التوحد. بهذه المناسبه ما غيفوتنيش انني ننوه ونشكر لان كتواجدوا بمحطة القطار، فهنا غنوجه الشكر الجزير للإدارة العامة للسكك الحديدية بالمغرب بالرباط، لأن تحتنا فرصة، هذه الفرصة المهمة، وهذه ماشي جديد عليها، أن سبق لها شاركت معنا في الحملات في اليوم العالمي للتوحد بالتحسيس سابقا بالإضاءة ديال المحطة باللون الأزرق اللي كيرمز للموضوع ديال التوحد. فهذه المرة أيضا كانت وفية للعهد ديالها أنها منحتنا فرصة أننا نقوم بعملية التحسيس هنا في هذا المتنفس، واحد الفضاء مناسب جدا للقيام بهذه الحملة التحسيسية في داخل صفوف القنيطريين بشكل عام، والمغاربة في القنيطريين بشكل خاص والمغاربة بشكل عام. نعم،
وحاجه اخرى كنت تكلمتوا عليها اللي هي مهمه والشكر الخاص كيف ما قلتي للوسيف. فكاين واحد اي مواطن اللي غادي يسافر ان شاء الله وحنا كنعرفوا هذه الايام الاخيره، فكاين واحد الاشاره ديالكم ديال الجمعيه اللي تكلمتي عليها في الجمعيه 27 محطه، تكلمنا على هذه المساله هذه؟ صحيح كما قلتم استاذ، بالنسبه لهذا كيزيد يخلي نوجه الشكر الجزيل للاداره العامه للسكك الحديديه انها ساهمت بواحد المنشور بالتشارك ما بين جمعيه بلسم ذوي التوحد بالقنيطره والمكتب الوطني للسكك الحديديه، ان نجزنا واحد المنشور كيعرف وكيحسس باليوم العالمي للتوحد، وهو منشور في جميع المحطات 27 ديال الاداره العامه للسكك الحديديه بالمغرب. فجميع المحطات كتلقى الى الناس المسافرين كيطالعوا هذا الاعلان وكيدير واحد النوع من 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 الاستشعار بهذا الموضوع. فكنشكرهم، وهذه كانت خطوه ابداعيه من 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 جانب المكتب الوطني للسكك الحديديه ومن جانب الجمعيه بلسم ذوي التوحد للتحسيس بهذه الطريقه. واكيد ربما حنا كنعتبروه كشريك وكحليف في هذا الموضوع ديال اذكاء الوعي، كما هو كيدير كينظم واحد مجموعه الحملات التحسيسيه في مجالات اخرى. في موضوع التوحد كيساهم معنا بهذه الافكار الخلاقه، وان شاء الله كل سنه تكون شي افكار جديده كتصب في اتجاه ديال الاذكاء الوعي والتحسيس بموضوع التوحد. نعم سنة ما فيش شفنا الاضواء اليوم هذا العام، شفنا اليوم كنشوف واحد الديبليون عندك كتفرحهم كنعرفهم اذا سمحتي او تحت المواطنين يعرفوا هذا الديبليون شنو فيهم، يعني كاين بعض المواطنين اللي كتمشي عنده ما كيقبلهاش او كيقول لك ما عرفش وما عرفش شنو فيهم، ممكن انك تشرح لنا الديبليون شنو فيهم؟ اذا فعلا استاذ كما قلتي هاد المطوي ولا هاد الاعلان كي هو اللي قلنا ان الحمله ديالنا تقدر تركز تحسيس بهاد شنو التواصل ديالنا مع عموم المواطنين، هو نعرفهم بواحد الاساسيات. اكيد هي ماشي فرصه طويله غنلقاو المواطن اللي مسافر جاي من السفر ولا غادي في السفر ان فرصه نتحدثوا معاه، ولكن قلنا ندجوا واحد الوثيقه واحد الورقه تبقى عنده الا طالع عليها غتعطيه على كل ما يحيط بالتوحد بشكل مركز، ماشي بشكل مطنب وانما بشكل مركز، غيعرف شنو هو. اذا عندنا المحور الاول ما هو التوحد، اذا شنو هو التوحد، واش الطيره واش مرض واش شنو هي اهم مميزات ديالو، الكشف المبكر عن التوحد، وقلنا ان الكشف المبكر كيعطينا كيخلينا نديرو تدخل مبكر وذاك الحاله ديال الطفل تحسن. ايضا عندنا التشخيص، شنو هي طرق التشخيص ديال اضطراب طيف التوحد، ايضا كيفاش التشخيص، عند من نشخصوا وكيفاش، وهذه الاسئله ديال كيجاوب عليها، والمواكبه والتاهيل والتدخلات المناسبه. اذا اي واحد وهي مطبوعه ولا مركزه معلومات مركزه باللغه العربيه كما مركزه باللغه الفرنسيه ايضا بكلتا اللغتين. وحنا كنقولوا كنصفوا تضمن مع الايام ديال التوحد اللي كنقولوا العالمي نهار لودو لودو افريل الثاني من ابريل اليوم 5 او 6 اليوم فتزامنا، شنو كتقول لنا الاطفال العالم ديال التوحد؟ اذا في هذا اليوم هو كما كنقولوا هو يوم كيكون فيه عنده طابع احتفالي من زاويه، ومن زاويه اخرى هي التعريف والتحسيس، هذه فرصه نعرفوا لنا شنو هو التوحد، وكاينه زاويه اخرى هي تقييم السياسات بشكل عام، تقييم السياسات في موضوع ديال التوحد. اذا قلت كيفاش احنا بالنسبه لنا هذا اليوم فرصه اننا نقولوا واحد مجموعه الامور انجزت في موضوع ديال التوحد، كنقصد على كنقصد المغرب، واحد الهيئات الحكوميه والرسميه والمجتمع المدني والفاعلين نجزت شيء مهم، ولكن كتبقى بعض الممارسات اللي كتمس ولا كتقيس التوحديين بشكل عام. باقي عندنا ممارسات ديال الحق الولوج للتدريس، باقي الحق الولوج خلينا نقول للتطبيب بشكل عام، الخدمات الصحيه للتوحد باقي فيها واحد الاشكالات. اذا عندنا طموح ان مستقبلا، حيت لانه تم اقرار عندنا بعد المغرب كنفتخروا ان تم اقرار واحد مجموعه النصوص قانونيه لصالح الحقوق ديال الاطفال التوحد، على اساسها حق التعليم وحق التمدرس، وهذا حق اساسي الحمد لله بعدا عندنا كنصوص، ولكن باقي خصو يواكبوا نفس القوه في تنزيل القوانين وفي التنزيل وفي التطبيق. اذا هذا المتمني ديالنا، وان كل اطفال التوحد يتمتعوا بحقوقهم الكامله للانسانيه.
كباقي زملائهم. شكرا لك سي حميد الريام رئيس جمعيه بلسم بمدينه قويطرة. غادي نتكلم مباشره، نتوجه للسيد الرئيس السيد عفوا السيد كتبان مباشره معاه. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي في هذه اللحظات يتكلم معنا السيد كتب العام ديال جمعيه بلسم. مرحبا بك استاذي في هذا البث المباشر، استاذي تكلم بهذه المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه رمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد على الابواب ان شاء الله تعالى. اولا نحن الان في ساحه محطه القطار بمدينه القنيطره وبشراكه مع المكتب الوطني للسكك الحديديه. معنا الان المنسقه على المستوى الاخت ايه، هي بجانبي، فتنشكرها على على التواصل ديالها وعلى الدعم ديالها لهذه المبادره، يعني لتخليد اليوم العالمي للتوحد، وذلك من اجل اذكاء الوعي حول اضطراب طيف التوحد. نحن هنا يعني نحن هنا في هذه الساحه نخلد معا يعني مع المكتب الوطني للسكك الحديديه هذا اليوم. بطبيعه الحال نوزع عندنا خيمه تحسيسيه، وعندنا دعم هذه خيمه تحسيسيه، وعندنا مطويه نوزعها على المسافرين القادمين والراجعين من السفر بهذه المناسبه. هذه الحمله التحسيسيه، هذه المطويه مفادها ان هناك تعريف بالتوحد، وهناك الكشف المبكر عن التوحد والتشخيص ثم المواكبه والتاهيل. بطبيعه الحال الاعراض ديال التوحد، هؤلاء الاطفال التوحد يعانون من مشكلتين رئيسيتين. المشكله الاولى وهي التواصل والتفاعل الاجتماعي الفردي وغير الفردي واللفظي وغير اللفظي، وبطبيعه الحال يعانون من مشاكل اخرى وهي اكتساب على مستوى اكتساب المعلومات التي يتم استقبالها عن طريق الحواس، وهناك السلوكات والاهتمامات والانشطه النمطيه. بطبيعه الحال الكشف المبكر يكون عن طريق المهنيين التربويين رياض الاطفال في المؤسسه، وكذلك الاباء والامهات. بعد ذلك لما يتم اكتشاف الاعراض يتم التشخيص عن طريق اطباء نفسانيين اخصائيين، عن طريق مجموعه من التطبيقات ومجموعه من التقنيات، ويكتب على اثر ذلك تقرير. هذا التقرير فبطبيعه الحال لابد من التعاون من الاسره والمدرسه الدامجه، وكذلك الفريق الطبي وشبه الطبي من اجل المواكبه والتاهيل. وكل ما كان الكشف مبكر الا وكانت النتائج جيده، وبطبيعه الحال لابد من انجع السبل للتعامل مع هؤلاء الاطفال من خلال فهمهم وتقديرهم ودعمهم، وخصوصا ان الشعار ديال هذه السنه الذي اختارته الامم المتحده لاحياء هذه الذكرى هو الانتقال من الابقاء الى الازدهار وتحقيق الذات. إذا مرة أخرى شكرا لشوف تيفي على هذه التغطية المتميزة لهذا الحدث المهم الذي يأتي كل سنة، وبطبيعة الحال لابد من شكر يعني كل جهود الحكومة الحالية والحكومة السابقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ولكن نحن لا نؤكد على أننا لازلنا في البداية. ومرة أخرى شكرا للمكتب الوطني للسكك الحديدية على دعمه لهذه المبادرة، ما دام ان النموذج التنموي يؤكد على ان بناء الانسان قبل بناء الجدران. شكرا سيدي الكاتب العام، وايضا شكرا لكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي، احنا اليوم بساحه اداريه في ساحه محطه القطار بمدينه القنيطره. كيف ما كتشاهدوا هذه لاطونك ديال او الخيمه ديال الحمله التحسيسيه اللون الازرق كيف ما كتشاهدوا معنا اللي كيرمز رمز الاطفال ديال التوحد كيف ما كتشاهدوا معنا او الفخات. اذا ما بقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، شكرا لكم على المتابعه. نتلقاو بث آخر إن شاء الله، شكرا لكم.